يا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الأمل، زي ما بنحب دايما نبدأ وبنحب كمان نأكد على صباح الرزق، بس الرزق لازم يكون معاه شغل ومعاه مجهود. خلينا بس نبدأ كمان نقول إن النهاردة مصر كلها كمان بتحتفل بيوم اليتيم ده في كل دور ومؤسسات رعاية الأيتام. خلينا كمان نقول إن الحقيقة من المفترض إن احنا نفتكرهم كمان على طول، مش بس في يوم معين أو يوم مخصص ليهم في السنة. أكيد كمان هم من أكتر الناس اللي زي ما كلنا عارفين محتاجين اللي يسأل عليهم ويطمن عليهم وعلى أحوالهم. شفنا الفترة اللي فاتت للأسف بعض النماذج اللي كانت سيئة جدا في يعني بعض دور الأيتام، وشفنا ناس عندهاش اي انسانيه بتتعامل معاهم، بس الحمد لله ان في رقابه وفي ناس بتتابع، والناس دي يعني زي ما بنقول كده اخذت اللي تستحقه. صباح الخير يا حسام عليك. صباح الفل عليك يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدينا، ان شاء الله جمعه مباركه ويوم مبارك عليكم جميعا. النهارده كمان يوم مميز ان شاء الله تكون اجازه سعيده على الجميع، ويا ريت كمان نستغلها في حاجه مهمه جدا زي انت بدات الحلقه. النهارده يا جماعه يوم اليتيم، يا ريت نخرج كلنا، نروح اخرجوا معاهم وانبسطوا. النهارده لسه فريق الاعداد بيقول لي انه تم فتح جميع الحدائق كمان باسعار مخفضه، فما فيش مشكله، روح ممكن تاخد مجموعه ايتام تروح اخرج معاهم وانبسط، انت هتنبسط وكمان هتعمل خير وتبسط غيرك، وما فيش جمعه متهيألي ممكن يكون احلى من كده. صحيح. عايز اقول لك كمان يعني تكمله للكلام اللي قلتيه، انت عارفه انه في تقريبا اكتر من 4.5 مليون طفل بيسكنوا دار الايتام في مصر، سواء كانت دي دور ايتام عامه او خاصه في مختلف بقاع الجمهوريه. النسبه دي تقريبا يا نهاوند من 2.5 ل 3% من عدد السكان، 2.5 ل 3% من عدد السكان، وده رقم كبير جدا وفقا لاحصائيات حكوميه صدرت في 2015 و2016. احنا كمان هنحاول نعمل اللي علينا ونشارك كمان الايتام النهارده في كل انحاء مصر. كاميرا صباح اون شاركت في الاحتفاليه واحتفلت ايضا مع الايتام في العديد من دور الايتام، واهتمينا خصوصا كمان بذوي الاعاقه، وهنعرض لحضراتكم بكره ان شاء الله مجموعه من التقارير عن يوم اليتيم. ومره ثانيه دي مش بس فرصه عشان نروح ونبسطهم ونساعدهم ونخرجهم ونكون كمان جزء من شعورنا بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وغيره، لكن ده كمان فرصة عشان نأكد انه بما ان النسبة دي كبيرة يا جماعة، فمرة تانية ناخد بالنا نفعل الرقابة. احنا شفنا بالزبط. يمكن انا وانتي عرضنا وفي برنامج صباح اون عرض مجموعة من خلينا نقول السلبيات اللي حصلت في دور الايتام. أيوة. مؤخرا بالزبط. عايزين نتلافاها ونؤكد مرة اخرى على الرقابة وفكرة الضمير يا جماعة. يعني القرآن الكريم بيقول انه اللي بياكل مال يتيم كأنه بياكل في بطنه نار، ده غير طبعا احاديث الرسول الكثيره انا وكافي اليتيم كهتين في الجنه وغيرها من يعني خلينا نقول الكلام المقدس اللي ذكر سواء في القران او في الانجيل او في اي دين سماوي او حتى غير سماوي. دعا بص، في ناس ما بيبقاش عندها ضمير ولا انسانيه ولا تفهم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده ابدا، وما تفهمش بيجيبوا الجبروت ده منين انه يعامل طفل بالقسوه دي، شيء غريب جدا. يعني اعتقد ان الناس دي المفروض تتحاسب وفقا للقانون، بس المفروض كمان تتعالج نفسيا لان اكيد غير سويين. يعني على كل حال حبينا بس نبدا كده وناكد على قد ايه الناس دي محتاجانا او الاطفال دول محتاجيننا.